سي الحبيب كامل كامل كامل. نحب نقول انا بلادنا تعيش عرس الحريه والتعدديه الفكريه والسياسيه، لا يجب ان يطلع منا شكون يتقلق من واحد يتكلم واللي يرفع شعار، خلي يرفع شعار اللي يحب، هو حر. المهم احنا على ماذا سنتفق؟ وانا نقول الخلاف راهو اصل، الخلاف خير ما هو شر، والتنوع والاعتمال والتباين راهو ما نصوروش على شر، راهو خير مجتمعي واللي به حوار ونضج فكري، وبالتالي لما نختلفوا 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 بعد لابد باش نتفقوا، اما باجماع ما تيسرش اجماع، نتفقوا بالاغلبيه ثلثين ولا اقل ما يسالش، عمر ليصير ديما الاجماع هو اللي يقودنا. واضح ان شاء الله.